قررت المحكمة الإدارية الغرفة الاستعجالية الثانية برئاسة محمد دحمان لثالث مرة على التوالي تأجيل قضية الخبر التي رفعتها وزارة الاتصال لإبطال صفقة شراء المجمع من قبل رجل الأعمال الجزائري سعد ربراب إلى تاريخ 25 من مايو المقبل بطلب من دفاع المدعي وزارة الاتصال لأجل الاطلاع على ملف الموضوع لانضمام المحامي نجيب بطام لأول مرة إلى هيئة الدفاع. تأجيل لجلسة 25 ماي 2016 بطلب من محامين المدعي ألا وهو وزارة الاتصال لا يعكس على أنه لسنا بصدد دعوة استعجالية. لو كان فيه استعجال، لو كان فيه خطر محدق، لو كان فيه إخلال بالنظام العام، لطلب أن يكون المحاكمة اليوم. كان لكن استحسن ليس الموضوع ولكن الموضوع تأجيل القضية ليوم 25 ماي 2016 كان بناء على طلب ممثل وزارة الاتصال وهو الأستاذ بطام نجيب الذي تأسس لأول مرة فمن حقه أن يمكن من الأجل للدفاع عن وزارة الاتصال. هذا وفي نفس السياق عرف جلسة المحاكمة مشادات لسانية حادة بين رئيس المحكمة والمحامي محسن عمارة الذي كان متأسسا في حق وزارة الاتصال بعدما أن أعلن رئيس المحكمة بعده عن القضية وتعويضه بالمحامي نجيب بطام، وهذا بأمر من نقيب المحامين عبد المجيد سليني الذي اعتبره محامي مشطوب من قائمة المحامين، الأمر الذي دفع بالمحامي عمارة طلب تحرير إشهاد مقابل انسحابه من القضية. هل اليوم كنت تشرفت بالانضمام إلى فريق الدفاع عن المدعية وزارة الاتصال إلى جانب زميلي الأستاذ بن حديد إبراهيم، وكنت قد التمست من المحكمة الفاضلة أن تمكنني من أجل الاطلاع على مذكرة جواب الخصم المدعى عليه حتى يتسنى لتقديم مذكرة الجواب، وهاته إجراءات عادية في المرافعات المدنية، والمحكمة مكنتني من أجل أسبوعين للاطلاع على مذكرة الخصم وتحضير مذكرة ردودي عليها.